تساقطت أمطار بشكل كثيف على مدن وبلدات ريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدت إلى جرف بعض المحاصيل الزراعية لدى الفلاحين. طبعا هنالك خسائر كبيرة لدى الفلاحين بحسب ما أخبرونا به، تقدر بعشرات الملايين نتيجة طبعا جرف هذه الأمطار لمحاصيلهم الزراعية. إضافة طبعا أدت هذه الأمطار إلى قطع بعض الطرق كطريق قرية النعمان المتواجدون به الآن، إضافة طبعا لغرق بعض السيارات كما نشاهد طبعا خلفنا تماما. هنالك بعض السيارات التي تحاول المكاتب الخدمية هنا سحبها من هذا المكان. أيضا طبعا الأمطار أدت إلى امتدادها بشكل كامل على معظم أراضي الفلاحين في هذا المكان. طبعا الخسائر كما ذكرت هي بشكل مبدئي تقدر بعشرات الملايين لدى الفلاحين الذين طالبوا المجالس المحلية بالتدخل الفوري وأيضا المكاتب الخدمية داخل مدن وبلدات ريف حلب الشمالي الشرقي من أجل إنقاذهم من هذا الطوفان الذي حدث في أراضيهم الزراعية وأيضا الأراضي المجاورة طبعا لمدنهم وبلداتهم. المجالس المحلية طبعا تحدثت أنها ستعمل على بأسرع وقت من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الخسائر التي تعرض لها المدنيون. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف حلب.